بعدين العلماء يقولوا لنا ايه؟ ليس العجيب من فقير يتودد. يعني لما كنت تلاقي واحد فقير جاي يقول لك يا استاذ محمد الله يكرمك عندي اولاد وربنا، لا ليس العجيب صحيح، ولكن الاعجب من غني يتحبب. الله اكبر، ولله المثل الاعلى ونعم بالله. يعني الله عز وجل، القضيه مش انا اتذلل لله واقول اعطيني يا رب، ما انا هذا طبيعي، لكن هو اللي يتحبب لي يقول من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت اليه باعا، ومن اتاني مشيا اتيته هروله. ايه الكرم العجيب ده يا ابن ادم؟ لو جئتني بقراب الارض ذنوبا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا جئتك بقرابها مغفره. يا سلام. ان من اكبر الكبائر ان تقول ان ذنبي اكبر من عفو الله. عفو الله اكبر، في ايه الرحمه دي؟ احنا ما عندناش الاساطير الاغريقيه واليونانيه اللي الاله الذي يعذب خلقه ويعذب، لا 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 لا، ما ليست. احنا عندنا رب رحمن رحيم، كتب ربكم على نفسه الرحمه، ومن اكبر رحمته ان هدانا الى دينه وان ارسل الينا سيدنا محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم.